مرحبا بكم في الدرس الأول إلى العربية الأصيلة. قلت نبدأ مع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة الأولى في القرآن الكريم، مهمة كثيرا لأنها خاتمة إلى القرآن الكريم في كل صلاة. المسلم في حاجة إلى يقول الفاتحة،